اسبوع اسبوع بالحساب. باهي لو كان نحكيو من الاول كيفاش جات التعيين هذا؟ نعرفوك انت من الناس الناشطين برشا في فرع الفولي. التعيين هذا جاء هو معناها بحكم انا ناشط في الفولي، بحكم انا مسؤول في النادي الافريقي، مع الاتفاق مع الاستاذ المنوبي الترودي. الاستاذ المنوبي معناها طلب مني عنده توا قريب شهرين. هو طلب منك؟ اي هو طلب مني قريب شهرين، قال لي معناها تخوش علي الرلاف. بون اخذيت وقتي باش نخمم صحيح، خاطر الوضعيه تاع كما تعرف وضعيه النادي صعيبه، وبرشا عباد معناها تقول اللي هي عمليه انتحاريه عملتها. ديجا هذا كنا نحكيو في اللوف، اللي كنا نحكيو فيه في اللوف هكا عملت لك ترانزيسيون وحدي. مي بون كي تشوف انت الوضعيه قدامك تقول بوركوا با، واحد يحاول يقدم نوع من الإضافة. وذاك هو شنو اللي خلاك تاع شنو الحاجة شجعتك باش تاخذ كما قلت المسؤولية في الظرف الصعيب هذا؟ الحاجة اللي شجعتني أولا أنا قلت لك معناها لا ترانزيسيون اللي تي سوبل مع الأستاذ المنوبي الترودي، والمنوبي الترودي ما التوى هو مازال موجود في النادي الأفريقي. المهام نتاعو مازالت ما تحددتش بالضبط، على أساس احنا باش نعملوا ونعاودوا هيكلة إدارية جديدة. معناها الأستاذ المنوبي الترودي، عصام الحمزاوي كاتب العام مساعد، انا معناها نزيد نطعموا الفريق هذاك، نزيد نطعموه بعباد اخرين باش نعاودوا احنا هيكله اداريه جديده للنادي. والهيكله الاداريه هذيك باش تكون معناها نحاولوا باش تكون انديبوندونت على المشاكل التسييريه والمشاكل الظرف، بعيد على الظرف نتاع النادي. فهمت؟ خاطر انت النادي هو اولا معناها باش تحدد النادي جمعيه. جمعية خاضعة القوانين، خاضعة نظام معين، خاضعة لهيكلة معينة. احنا البيوت متاعنا نحاولوا نعملوا هيكلة، نحاولوا نعملوا هيكلة تكون بعيدة على الجانب الرياضي وتكون بعيدة على الجانب الظرفي، باش الهيكلة هذيك والإدارة متاع النادي الافريقي ما تهتزش بالظروف اللي ينجم يمر بها اي نادرة. نحاولوا فما كلام انه منوب ترودي تم تعيينك انت انه باش يكون موجود في القائمه نتاع وديع الجرير للانتخابات الجامعه نتاع الجامعه، هذا موجود ولا لا؟ المعلومه هذه انا ما نجمش نجاوبك عليها، نجم توصل الاستاذ منوب ترودي، وهذا اون سبيكول على حاجه في الافنير، معناها اون بو با سبيكولي على حاجه في الافنير. وحقه اذا هو يحب معناها الاستاذ منوب ترودي معناها خبر حق. حقه باش يكون في اي قائمه انتخابيه معناها. صارت باساسيون بيناتكم؟ الباساسيون اللي انكور هو توا مسافر الاستاذ. الباساسيون بدينا فيها اللي انكور، نحن توا بصدد تجميع الوثائق ونشوفوا العقود الكل ونراجعوا العقود الكل، وفي الباساسيون هذيك باش يتم زاد مراجعه العقود الكل، نشوفوها معناها تدقيق في العقود، التدقيق في الاجال نتاعها، التدقيق في المشاكل، التدقيق في التعهدات الماليه، التدقيق في اي نوع نتاع حاجه تخص العلاقات التعاقديه نتاع النادي. كما قلنا منذ قليل توا اسبوع، شنو صار فيه الاسبوع؟ شنو بديت تعمل بالضبط؟ الاسبوع هذا معناها اني قلت لك معناها تعدى في تاهيل اللاعبين، تعدى في تاهيل اللاعبين الجدد للانتدابات اللي صارت جديده. تعدى زاد في تجميع الوثائق الاداريه اللي تخص النادي، على خاطر الفو سنتراليزي تو لي دوكيومون اللي تخص النادي، تحديد نظام عمل معناها اللي واحد على اساسه باش يبدا المهمه نتاعو. لازمك تعمل جرد كامل، لازمك تعمل جرد كامل للوضعيه باش كي انت تدخل على وضعيه ما تدخلش عليها هكاكا، معناها تو برون لو تران هكاكا اون مارش. تنجم كي تصيرك البريز هذيك نتاع تران اون مارش، تنجم تصير اشكاليات اللي انت من بعد ما تقرالهاش حسابها. واحد يجمع الساعه الوثائق الموجوده، يجمع العقود الموجوده، يتصل بالاطراف معناها المداخله في الجانب الجمعياتي هذاك، ويبدا معناها الخدمه نتاعو. بديت تعمل فيه الجهد هذا، كيفاش لقيت على وضعيك؟ الوضعيه معناها الوضعيه كما وضعيه اي نادي رياضي، معناها كما وضعيه اي نادي رياضي. معناها عندك العقود القديمه زاد تشوفها، معناها تشوف الاجال نتاع القضايا اللي منشوره، تشوف معناها وضعيتنا صعيبة باش واحد ما يكذبش معناها وما يغلطش العباد. الوضعية متاع النادي راهي صعيبة، وعندنا أجيال توا حاكمة فينا،
ما منها خلاص الخطايا. كل يوم معناها تنجم تجيك حاجة جديدة، معناها كيما الضراب نتاع اللاعبين الجمعة اللي فاتت على المستحقات المالية، كيما معناها تيسايد دونتيسيبي باش انت ما تصير. عملتوا جدولة زمنية؟ الجدوى الزمنية هي موجودة. أنا باش نقولك توا هذاك الجانب الرياضي والتعهدات المالية أنا ما نحاولش ندخل فيها. أنا ما نحاولش ندخل فيها على خاطر ما هيش توا، ما هيش من بعد تولي قضايا خاطر هي من بعد تولي قضايا. أما الجدوى الزمنية هذيك هي تصير كيفاش تصير بالتنسيق مع بالتنسيق مع الهيئة. انتو مش باش تعملوا باش احنا نعرفوا زاد رواحنا احنا من بعد ايش باش نعملوا، فهمت؟ وعلى فكره في اطار هذاك، في الاطار نتاع التنظيم الاداري، في اطار التنظيم الاداري معناها باش يقع تطعيم الفريق هذا، باش يقع تطعيم بان ريسبونسابل فينانسي كي فا بروندر اون شارج، معناها هذوما لي زونجاجمون كونتراكتويل دو كلوب. لي زونجاجمون كونتراكتويل دو كلوب خاطر فيهم الجانب المادي. الجانب المادي لازمك تعرف انت الموارد نتاعك كيفاش، باش تعرف انت زاد لي سورتي نتاعك كيفاش، وتعرف باش التعهدات الماليه كيفاش انت باش تحترمهم، وتنجم انت زاد كي تحكي مع اللاعبين وتحكي مع الاطار الفني وتحكي مع لي فورنيسور نتاعك تعمل الجدوله الزمنيه نتاعك على قاعده صحيحه. شكون السيد اسم حاضر مازال؟ لا ما نجمش نعطيك الاسم حتى لين يقع الاعلان عليه من طرف الهيئه المديره. قاعدين تحكيوا معها معناها؟ قاعدين هي قاعد نحكي مع قاعد نعمل في اتصالاتي وقاعد نشوف معناها في العباد اللي تنجم تجي تعمل هيئه، معناها بصفه ريسبونسابل فينونسي، بصفه كتاب عامين مساعدين. مثلا انا كيما جيت من فروع القاعات، فروع القاعات زاد لازمهم كاتب عام مساعد اللي هو يتعهد بالملف هذاك وحده باش زادا نرتحوا، معناها تكون اون ريبارتيسيون دو تاش معناها صايره بطريقه علميه صحيحه. باهي هذه نقطه. شنو بقيت اهم النقاط تاع برنامجك حاجة باش تخدم على اصلاح؟ انا قلت لك الهيكله الاداريه، الهيكله الاداريه وكيفاش الهيكله الاداريه هذيك ما تهدزش بوضعيه النادي، خاطر الهيكله الاداريه راهو غزل لي توا. باش نعطيك انا مثال، تونس من بعد الثوره، تونس من بعد الثورة كيفاش معناها تجاوزت المخلفات نتاع الأيامات هذيك وقعد ثم إدارة واقفة. كي تبدأ عندك إدارة واقفة كي انديبوندونت من أي نوع نتاع ظرف ولا انديبوندونت من أي نوع نتاع توجه معناها سياسي ولا توجه فكري، ولا تقعد أنت تعرف روحك أنت غدوة الصباح كي قايم تعرف روحك راك باش تمشي تلقى المكتب محلول، تمشي تلقى الليسي محلول، تمشي تلقى الاداره محلوله، تمشي تلقى البلديه محلوله. هذاك الهدف راهو الهدف باش النادي الافريقي الهزات ما عادش تاثر فيه. انا نجم نعمل بارتير ونجم نعمل 5% 10% 15% اللي باش نقدر نعمله نعمله وما هوش مزيه مني. وبعد كان انا خرجت اللي يجي من بعدي يلقى على الاقل يلقى اون بيير ينجم يبني عليها، وهي ماشي هكاك خاطر هذاك هذاك الهدف رو. اللي نفهموا فما تعزيات قادمه في الافريقي، مثلا انت بديت انت الجمعه اللي فاتت قلت لي فما بشكون شكون باش يلهي بالامور الماليه، فما زاد حتى بعض الاسماء اللي قاعده تدولها كما بلال الفضيلي وسام السلامي طارق العلامي نجم يكونوا موجودين في الايامات القادمه. بالنسبه للاسماء هذيك انا ما نجمش نجاوبك، هذيك راهو الهيئه المديره هي الوحيده المؤهله باش تعين شكون في مثلا. كي انت تحكي لي على اسامه السلامي، اسامه السلامي الجانب الرياضي، انا نتلهى بالجانب الاداري، انا مهمتي باش نتلهى بالجانب الاداري البحت. فهمت؟ من الجانب الاداري هذا مثلا الهيئه توا شكون مازال ينشط منها؟ شكون قعد؟ شكون خرج؟ شكون خرج؟ معناها ما عندناش استقالات. انا قالوا كي نحكي لك باش نحكي لك بروسيدورال، بروسيدورال مهم. انا ككاتب عام ما ورد لي حتى حاجه تفيد استقاله نتاع عضو من اعضاء الهيئه، حتى مجدي الخليفي لحد الان ما ورد لي حتى شيء. بقيت الاعضاء اللي مجمدين نشاطهم مثلا صهاب المشري، فما فماش ماهمش قاعدين ينشطوا فعليا في النادي، معناتها فماش استقالات، معناها جوست لا لا ما عنديش انا استقالات وصلت ولا وصلت لقبل، معناها دون لو كادر دون باساسيون ما تعرضتش النوع نتاع مكتوب فيه استقاله ولا حاجه. تصريحك الاسبوع الماضي في الاحد الرياضي خلف شويه غضب عليك بخصوص نجيبهم لاعبيه كان نجحوا ما نجحوش نجيبهم حد اخرين في الصيف. هذاك على خاطر انا دخلت في الجانب الرياضي اللي هو اصلا ما يعنينيش انا الجانب الرياضي. صحيح النجم يكون غلط فيه التصريح هذاك والنجم نطلب العفو من الجمهور الرياضي اذا هو تغش علي، انا مهمتي راهي اداريه بحت. لكن راهو باش نجاوب عليه تو، هاو باش نفسرو. راهو الانتدابات
معناها الانتدابات باي نوع متاع طريقه راهو كيما راهو انتداب ينجم ينجح ينجم ما ينجحش. اما احنا في النادي الافريقي تلمون تليعنا معناها من تليعنا من الخطايا وتليعنا من الديون وتليعنا من القضايا ولات الانتدابات تسببنا معناها تسببنا حساسيه كبيره. شكون قام بها الانتدابات هي؟ الانتدابات انا من انا ديجا وقتها كي بديت انا بديت راهو بديت لودو لودو فيفري معناها الانتدابات معناها انا نجم نجاوبك على عقد معناها خلط لي اه. اما نجمش نجاوبك على شكون انتدب وشكون ما انتدبش. فهمتك. معناها نحب نفهم ما تمثلش الهيئه لهنا ما... مش ما نمثلش الهيئه راهو ثم اخزر ثم اداره ثم هيئه مادامني نخدم مع الهيئه راني نمثل الهيئه. تنجم تجي هيئه اخرى نجم نمثلها نجم نخرج مع الهيئه هذه راهو ثم الظرفيه المعينه هذيك مادامك انت تخدم راك باش تخدم مع الهيئه هذه باش تخدم مع الهيئه الجايه باش تخدم الهيئه اللي من بعدها تنجم تجي هيئه اخرى تقول لك الهيئه الاخرى لا السيد هذا انا ما نجمش نخدم معاه. انا هاني قلت لك من الاول انا نعمل الهيكله نتاعي بموافقه الهيئه وعلاش ما نمثل الهيئه انا نمثلها الهيئه ما فما حتى اشكال ما دامني انا نخدم معها ونتعامل معها. خاطر الاشكال فما مشكل نتاع كوميونيكاسيون في الكل فماش الى حد انا تقدر اسمي شكون يحكي باسم الهيئه. باهي لو ديفو دو كوميونيكاسيون. احنا اشكاليتنا صحيح في النادي الافريقي الكوميونيكاسيون اون انتيسيبا لا اون انتيسيبا الظرف اون انتيسيبا العمليه كي تصير ما اون كوميونيك با. الخيار هذاك معناه الخيار هذاك انا واحد من الناس ما نجمش نجاوبك عليه. ان شاء الله الهيئه تعين ناطق رسمي ونتصور معناها ثم موجوده معناها الفكره هذيا اللي هي باش تعين ناطق رسمي اللي هو باش يوضح موقف النادي في خصوص اي اشكاليه يتعرض لها النادي ويوضح زاد راهو زاد من حق من حق الجمهور. توا الجمهور زاد معناها يلملك 5 مليار دوات في ظرف معناها اقتصادي صعيب نتاع بلاد ويعطي من دمه يعطي من لحمه وثم اللي نحي مصروف دواه وثم اللي نحي مصروف معناها تلقى انت طفل صغير يهز 5000 فرنك معناها باش يصبها. من حقه باش تكون عنده راهو المعلومه في وقتها من حقه حق من حقوقه خاطر هو راهو اللي هو اللي منع النادي وهو اللي قاعد معناها قاعد يخرج في النادي من الظرف الصعيب اللي هو فيه. الجمهور في وسط الاسبوع الماضي خلى فما اعتداء على سياره رئيس النادي عبد السلام اليونسي ممكن كان فما رساله انها مش راضي على العمل نتاع الهيئه نتاع نتاع عبد السلام اليونسي. انا قلت لك الظرف راهو صعيب ياسر الظرف راهو صعيب ياسر لان مونك دو كومينيكاسيون يخلي راك باش توصل لوضعيتك هيك. حتى انت تعمل لي زيفور الكل وتعمل المجهودات الكل باش توصل راك في وقت من الاوقات باش الجمهور مش راضي. يا اخي فما شكون باش يرضى للنادي الافريقي توصل الوضعيه هذيك حد راهو ما يرضى. هل صحيح اثر غضب اليونس اللي صار وقاعد يحضر في رابور في توصيه وفما نيه نتاع كلام حتى على الاستقاله؟ لا انا ما عنديش فكره على الاستقاله هذه اول حاجه. باهي باش نقول لك انا اثار الغضب معناها بتصور انت تلقى كرهبتك مكتوب عليها ولا واحد وكرهبت مرتك سي نورمال انت باش تحس بريتو معناها انت تقول انت جاي تخدم متطوعك انت جاي تخدم متطوعك رئيس نادي في النادي الافريقي معناها تتحس احساس بشري راهو عادي احساس بشري. وبالنسبه للرابور فينونسير وقاعد يحضر من قبل ماهوش متطوع معناها قاعد يحضر ويلي فيناليزي نورمالمون 70%. فما جلسة العامة في الأفق بتصير؟ الجلسة العامة ما نجمش نجاوبك عليها إذا وقع التكليفي معناها إجرائيا على جلسة عامة ولا فتح باب انخراطات ولا ما دام فما رابور فينونسي قاعد يتخدم. لو رابور فينونسي لازم يحضر وبجلسة عامة ولا من غير جلسة عامة لو رابور فينونسي نتاع النادي لازم يحضر باش نعرفوا رواحنا احنا معناها حتى باش تعرف روحها الهيئة المديرة ولا احنا الناس كل معناها المتداخلين ولا وظيفيا لازم يحضر باش تعرف روحك كون ماشي تعرف روحك قداش صرفت وقداش دخلت وهذا اش صرف وهذاك اش صرف مداخيلك معناها قداش تعرف تعهداتك قداش معناها هذاك راهو البروسيسيوس نورمال وهذاك العيشه العاديه نتاع اي جمعيه ولا اي مؤسسه اقتصاديه رو. احنا راهو النادي الافريقي معناها عباد تقول لك جمعيه من النادي الافريقي راهي ماهيش جمعيه راهو عباره كانك تحكي على مجمع كانك تحكي على مجمع نتاع مؤسسات. فهمت. معناها لحظه من اللحظات انا قاعد نخزر ساعات نقول لازم بينون كونسوليدي نادي كيما النادي الافريقي لازم قانون الجمعيات اصلا قانون الجمعيات ما نجمش معناها يكون معناها في الوضع هذا متلائم مع النادي الافريقي. عندك فكره شنو صار في الاجتماع الاخير بين رئيس الجامعه وبعض من اللاعبين من الكلوب؟ لا ما عندي حتى خاطر اشعل شويه غضب لحباء زاد
الاجتماع هذا وقال لك كيفاش معناتها رئيس الجامعه شنو دخل في الامور الداخليه نتاع النادي الافريقي؟ شنو هو دخله في الامور الداخليه نتاع النادي الافريقي؟ ابريتو راهو الجامعه التونسيه لكره القدم اللي صار خاطر هو ظهر لي معناها اللي انا نعرفه اللي ثم لاعبين قدموا شكايات. اي بالضبط 14 ملاعبي ومعناها اذا رئيس الجامعه يتصل بهم على اساس راهو حقهم مضمون بالقانون سيتوجه. اللي نعرفه انه حتى فهم لاعبين قلقوا من الاجتماع هذا ما كانش في بالهم باش يقابل رئيس الجامعه، رئيس النادي عطاهم رونديفو في الجامعه واذا بهم تفاجئوا بوجود رئيس الجامعه معناها. الحيثيات هذيك ما نجمش نجاوبك عليها خاطر انا ما نعرفهاش، كان جيت نعرفها نجاوبك عليها. البلاغ اللي هبط في وسط الاسبوع الماضي حول الكلام اللي تقال في بعض الصفحات حول مساعده من رئيس ترجي النادي الافريقي. فالحقيقه هذه ولا موجود مش موجود شنو بالضبط؟ لا ماهوش موجود، احنا معناها كنادي افريقي احنا جمهورنا راهو هو اللي عاوننا هذه الاولى. والنادي الافريقي راهو عاون جمعيات قبل. وعلاقاتنا معناها مع الجمعيات الكل معروفه. واذا نستحقوا حاجه راهو جمهورنا. ولا نعطيك انا مثال اخر، النادي الافريقي كان مجاج حمادي بوسبيا راهو النادي الافريقي ماكل عام راهو في المشاكل. معناها عندنا احنا شكون يعاوننا وعندنا شكون يوقفنا على ساقينا. شنو هي الوضعيه الماليه تو؟ الوضعيه الماليه صعيبه. الموارد مش موجوده. بحكم معناها الديون معناها تعرفها شنو هي. معناها عندك تو انت باش توصل ليزيشيونس معناها لازمك 5 مليار دوات و600. ومن بعد معناها ما عندكش معناها حضور الجماهير معناها يحضر لك كان الفريق المضيف. وعندنا برشا ماتشوات تعدوا لنا ويكلوا عقود الاستشهار لتوا معناها ما نعطيك مثلا كيما اريد وما خذينا جزء بسيط من الاول وعند مضى العقد ومن بعد ما عودناش خذينا. معناها كلها موارد ذاتيه رو. كلها موارد ذاتية الأعضاء الهيئة المديرة. فما مساهمات من رئيس النادي؟ فما مساهمات من رئيس النادي. مازلنا مواصلين معاك الحوار سي سامي، نمشيو نعملوا تفتيحة مع الموسيقى وبعد الأخبار بعد مواصلين في زون ميكس حتى الخمسة متاع العشية.